ضيفي لهذا الوقت أو الآن معي في الاستوديو الأستاذ رمضان أبو جزر، وهو منسق البعثة الدولية المشتركة لمراقبة الانتخابات، ونتابع معه آخر التطورات في سير العملية الانتخابية. مساء الخير يا فندم، ومنورنا في الاستحقاق الثالث. مساء الخير لكم مشاهدين الكرام، أهلا بحضرتك. في البداية عايزين نعرف من حضرتك أبرز المخالفات أو الجرائم الانتخابية واللي شكلت تقريبا ظاهرة واضحة في هذه المرحلة والمرحلة السابقة. يعني كنت أتمنى البرنامج يبدأ بدون جرائم، يعني يبدأ بخط سر. أولا يعني تسجل البعثة الدولية المشتركة ملاحظات هامة، وأعتقد حسب خبرتنا تخلق فيصل كبير إذا ما قارنا عديد من النقاط بين المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية والمرحلة الثانية. السمة الظاهرة والغالبة أن هناك فرق في نسب المشاركة إذا ما قارنا، أكرر، بين المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية والمرحلة الثانية. هناك تزايد واضح في نسبة المشاركة، هناك فئات عمرية مختلفة في المشاركة. يعني في الدور الأول كان الملاحظة في الساعات الأولى كبار السن والمرأة المصرية، بالأمس أتكلم عن اليوم الأول كانت في وخاصة في محافظات دمياط وبورسعيد الشباب كان موجود بنسب أكثر من باقي المحافظات. الرجل المصري كان موجود بشكل واضح وكان متغيبا في الدور الأول. كانت المرأة المصرية كبار السن ليسوا وحدهم هذه المرة، مختلف الفئات العمرية كانت متواجدة، وهذا يعني إشارة جيدة إيجابية. إذا نتكلم عن المخالفات العادية التي لا ترقى إلى درجة انتهاك أو خرق، سجلنا العديد منها، مثل محاولات رشي الناخبين من بعض حملات بعض القوائم وبعض المرشحين، تأخر في فتح الصناديق مثل ما حدث اليوم في بعض مراكز عين شمس، بدلا من 9 إلى 9:30 بسبب تأخر القضاء. لاحظنا بالأمس مراقبون في غرفة العمليات زودونا بأن هناك بعض السواتر التي تسمح بسرية الاقتراع تم حرفها بزاوية، وبسؤالنا للقضاء المسؤولين عن هذه المراكز أقروا بأننا نقوم بهذا الإجراء حتى لا يقوم الناخبين بتصوير أوراقهم. وهنا يعني لمنع عملية الغش مما سجلناها في الجانب الإيجابي وليس الجانب السلبي. نثمن جيدا تأمين العملية الانتخابية، حيث لم نسجل كمراقبين دوليين وبعثة مشتركة من 4 منظمات يعني دولية. احنا بنتكلم في ان هي لا ترقى، لان احنا نقول ظاهرة، هي خروقات محدودة جدا وفي نطاق ضيق يعني، وليست سواء في خروقات للعملية الانتخابية. احنا بنكون واضحين من قبل الناخبين، البعثة الدولية هي لا تقوم بدور اكثر من المشاهدة والمتابعة. نحن لسنا شرطيين، لسنا قضاء، نحن نسجل ما نشاهده. ولكن من الصعب جدا في هذه الظروف ان تثبت حالة تلقي رشاوي، هي الشرطة التي تقوم بذلك. نحن نسجل مشاهداتنا ونرسلها الى جهة واحدة فقط وهي اللجنة العليا للانتخابات. اللجنة العليا للانتخابات بعد أن تتأكد بالشكل القاطع تحول الملف إلى النائب العام، وهنا دورنا ينتهي عندما نوصل تقاريرنا إلى اللجنة العليا للانتخابات. طيب أنا هستأذن حضرتك عودة مرة أخرى مشاهدينا لاستوديو قناة تان والاستحقاق الثالث، وبكمل حواري مع ضيفي في الاستوديو الأستاذ رمضان أبو جزر منسق البعثة الدولية المشتركة لمراقبة الانتخابات. أهلا بحضرتك مرة تانية، ويهمني رأي حضرتك الشخصي من خلال متابعتك فيما يخص عزوف الشباب. يمكن سمعناها أكثر من مرة، عزوف الشباب وحضور مكثف للمرأة وكبار السن، بتفسر ده بيه؟ يعني هذا لا ليس رأيا شخصيا، نحن يعني عندنا بطارية عمل نحترمها ونعمل من خلالها. الشباب المصري ظاهرة غريبة ومختلفة، نحن عملنا في دول عديدة ودول مجاورة لمصر، يعني راقبنا الانتخابات في الجزائر الرئاسية الأخيرة، راقبنا الانتخابات البرلمانية والرئاسية التونسية وفي السودان والآخر انتخابات برلمانية في الأردن وفي زامبيا، يعني في دول أفريقية أيضا وعربية. الشباب المصري قادر على تحريك الملايين عندما يريد أن يغير واقع ما، وهذا شهدنا له في 25 يناير وفي 30/6 واستحقاقات ما بينهما، عندما كان يعترض على حدث ما يخرج بالملايين ويستطيع أن يجيش الشارع المصري كله وبقيادة الشباب. هذا الشباب عندما يصل إلى قطف الثمار نجده يتعالى على الصندوق. السبب عدة أسباب مختلفة،
يعني تتعلق بتكوين الشاب المصري. نحن ما لمسناه عن قرب احتكاكنا بمجموعات من الشباب مختلفة الثقافات والتعليم، نجد أن الشباب المصري يريد أن يتحرك في أشياء كبرى. لماذا لم يصله التصور الكامل بمدى أهمية هذا الاستحقاق؟ هو رأى أنه عندما انتخب رئيسا لمصر انتهت مشكلة مصر السياسية. هو الآن تخلص من نظام سابق واختار من يمثله سياسيا، فهو يعتقد في داخله أن هذا هو الحجم الجزء الأكبر من عملية الانتقال. لم تصل الصورة كاملة إلى مدى أهمية استكمال خارطة الطريق بتشكيل برلمان مصري منتخب لتكتمل دائرة الحكم السياسية وشكل مصر للعالم الخارجي. وأيضا اعتقادا من الشباب المصري لحتى أن البرلمان هو برلمان خدماتي مثل ما كان في السابق. الصورة لم تكن واضحة. نحمل المسؤولية للإعلام المصري، إلى المجتمع المدني المصري، إلى المثقفين المصريين الذين لم يستطيعوا أن يقنعوا الشاب المصري بالمشاركة بفعالية أكثر. المرشحين المصريين والأحزاب المصرية تتحمل مسؤولية كبرى في عزوف الشباب. عندما نتكلم عن 106 حزب في مصر، مصر دولة عربية تتكلم لغة واحدة، جغرافيا واحدة، لا يوجد في مصر 106 فكر مختلف أو أيديولوجية مختلفة. إن اقتنعنا بنظام الأحزاب في دولة مثل مصر تتكلم نفس اللغة، جغرافيا واحدة، تاريخ واحد، لا توجد طوائف، طبيعيا لا يتجاوز عدد الأحزاب 4 أو 5 تحمل فكر ليبرالي، فكر اشتراكي، فكر علماني، فكر ديني، هذه الأفكار الموجودة، الأفكار السياسية أو الأديان السياسية. لكن الشاب المصري عندما يستيقظ يريد أن يختار، يجد أن أمامه 106 حزب مسجلين في وزارة الداخلية أو معارف، يريد أن يختار منهم، هو لا يستطيع أن يفرق، وخاصة أن هذه الأحزاب في مجملها تتشابه في الأفكار والأيديولوجيات والكذا. المرشحين، أنا ابن دائرة الجيزة أو الدقي، أستيقظ لأن أختار 3 من 100، وأنا شاب لا أعرف 5 ممن أريد أن أختار منهم أصلا. كل هذه الأسباب مجتمعة جعلت من الشاب المصري حاضر بقوة وبعنف للتغيير وإحداث الفرق وإزالة جسم ما، وغير مبادر في المشاركة في بناء جسم سياسي جديد. لكن أقر كلجنة كبعثة دولية أن هناك فرق كبير في المشاركة بين الدور الأول في الانتخابات البرلمانية والدور الثاني، وهذا لمسناه في ساعات ما بعد الظهر بالأمس والساعات الصباحية اليوم. تكرر نفس المشهد، كبار السن والمرأة وقلة من الشباب، ولكن ننتظر أيضا أن الشباب المصري يستيقظ عادة فيما بعد الظهر. اليوم علمنا بأنه إجازة نصف يوم، أيضا يعمل الموظفين والشباب منهم نصف نهار ويأخذ الإجازة بعد الظهر، فننتظر أيضا مشاركة للشباب المصري. ولكن أرجع للسؤال الأكبر وهذا نواجهه مع الإعلام المصري، أنتم لديكم عقدة كبيرة، نسبة المشاركة، حجم المشاركة، لون المشاركة، يمكن لها إسقاطات نحترمها ونثمنها ونسجلها في تقارير، ولكن الواقع والعملية بشكل رسمي تقول ما لم يقر الدستور في بلد نسبة مشاركة ما معينة تعطي مصداقية لهذه العملية، فإن أي نسبة مشاركة سواء كانت 1% أو 90% هي كافية وتعطي شرعية للمرشحين الفائزين في الانتخابات لتمثيل هذا الشعب تحت قبة البرلمان ليقوموا بعملهم الخدماتي ومراقبة عمل الحكومة. يعني من وجهة نظر حضرتك شايف أنه في شيء من الخوف المبالغ فيه، لأنه في تركيز على الكثافة والحضور، وده اللي حضرتك هذا الخوف عند الإعلاميين، شفته الإعلام المصري فقط تكلم عليه، أما الشارع المصري لا يعنيه كثيرا. الذي ينتخب هو يذهب بقناعاته، وبعضهم يذهب لالتزام عائلي، بعضهم يلتزم التزام سياسي. ليس كل الشباب لديهم مدى الفهم السياسي حتى في الدول المتقدمة في موضوع الديمقراطية. هناك دول تمارس الديمقراطية منذ 300 عام، أتكلم عن بريطانيا مثلا، وهذا مثل حي. الانتخابات الأخيرة في شهر مايو الفارط في انتخابات البرلمان الأوروبي، انتخاب أعضاء بريطانيين للبرلمان الأوروبي، نسبة المشاركة في دولة تمارس الديمقراطية منذ 3 قرون لم تتجاوز 36%. هذه نسبة معرنة. قبل شهر تزامن وجودنا في القاهرة لمتابعة انتخابات البرلمانية الدور الأول، وكانت انتخابات رئاسية في دولة كوت ديفوار، نسبة المشاركة 17%، والكل صفق والعالم تقبل النتائج ولم تكن هناك مشاحنات كبيرة. يعني حضرتك شايف أنه في نوع من جلد الذات شوية في هذا الشأن؟ مش كتير، لأنه كمان أنا أقر وأقول بحكم خبرتنا ونتائج دقيقة، السمة الغالبة في 10 سنوات الفارطة في كل الدول تدني نسب المشاركة.
وتدني نسب مشاركة الشباب. شاركنا انتخابات في تونس كانت من أعظم الانتخابات التي كان فيها تفعيل نظرا لشدة المنافسة بين أحزاب وبين شخصيتين، دور أول ودور ثاني انتخابات رئاسية، كان تنافس شديد. نسبة المشاركة بشكل عام تجاوزت 52%، نسبة الشباب 16%. هل أن الشباب التونسي هو من قام بالتغيير وهو من دخل شارع الحبيب بورقيبة وكذا؟ لا تنتظروا من شباب يفضل جلسة الفيسبوك أو ماتش مباراة ريال برشلونة ريال مدريد أو اهتمامات أخرى أو دراسة جامعية، وخاصة يعني حضرتك شايف أن ده طبيعي أو سمات طبيعية بيتسم بها الشباب أو روح الشباب عامة بشكل عام في العديد من الدول وليس مصر فقط؟ طبعا، وخاصة دول العالم الثالث. حتى الدول الأوروبية، لو في بعض الدول الأوروبية متخدمة، صحيح في الدول الأوروبية، فإيه بقى مش ماتش كوره، في غرامه لو ما جاش يرشح هيتغرم، فهو عشان الغرامه بيروح بينتخب. أيوة. حتى الشباب المصري، يعني كنت اتمنى مش الشباب، الشارع المصري ان تزيد نسبه مشاركته لسبب ما. في بعضهم كان بيقول لنا انا مش شايف ولا مرشح عاجبني. طب حلو، انت بتضيع حاجك ليه؟ روح حط ورقه فاضيه. في البروسيجر او في الورقه الفارغه هي ليست ورقه ساقطه، هي ورقه ذات صوت تقول انا لست راضي عن هؤلاء المرشحين، لم يقنعوني، أريد مرشحين يعني آخرين. يعني ده في حد ذاته كمان صوت. يعني زي ما بيقول أن الصمت أيضا بيحمل رسالة، فكذلك عندما أضع ورقة بيضاء يبقى أنا بأعبر عن صوت. أكيد، ولكن أنا أعبر عن صوت واحتفظ بحقي أن أقول لا، لم يعجبني أي حزب أو أي مرشح. هذه رسالة القائمين على الدستور والتشريع في المصري ولجان الحكماء تأخذ بها إلى المرات القادمة، أن كان لدينا عدد من المرشحين في كثير من الدوائر وجدنا نسبة 10 أو 20 أو 30% من الأوراق البيضاء، وليست الأوراق المشطوبة، أوراق بيضاء. هذه الورقة البيضاء لها مدلول. المدلول يؤثر أو يجعل من لجنة حكماء ممن صاغوا الدستور إعادة صياغة الدستور بشكل آخر ليقنن الترشيحات الغير مقنعة للناخبين. ليقنن عدد الأحزاب في أيديولوجيات تحترم الثقافة المصرية، وأن لا تعطى تصريح إلى كل يا سيدتي، أنا أتكلم عن مثل دولة مثل الجزائر. لكي تشكل حزب في الجزائر يطلب منك أن تأتي بتوقيع 200 ألف أو 300 ألف مواطن جزائري يوقعوا لهذا الحزب نعم لتأسيسه. فإذا ما شارك هذا الحزب في استحقاق انتخابي، هذا الحزب أتى لي كلجنة عليا للانتخابات ب 300 أو لدولة 300 ألف توقيع. أي لديه مبدئيا 300 ألف صوت مضمونة وافقت على إنشاؤه كحزب، يخوض درجة الدورة الأولى في الانتخابات ولا يحصل على 2000 صوت. إذن هذا حزب وهمي. لا يعطى تصريح. إذا حصل على أصوات أكثر من الأصوات الموقعة بتأسيسه، هذه لا أريد أن أتدخل في الشأن وفي التشريع، ولكن أنا نعطي أمثلة حتى نبحث عن الخلل إذا كان هناك خلل، مع أن يؤكد أنه لا يوجد خلل. أي نسبة مشاركة، المشارك هو الذي يختار. من أسقط حقه في الاختيار لا حق له في أن يطالب بحقه، في يعني انتقاد صحيح مخرجات هذه العملية. هذه العملية مضنية. وأريد أن أختم في موضوع نسب المشاركة. ما يحدث في مصر ظاهرة تحدث في أي دولة في العالم. هناك 11 استحقاق انتخابي في خلال 4 سنوات. هناك استنزاف لطاقة الشعب المصري، الناخب المصري، الدولة المصرية، المال المصري. هذه ليست عمليات سهلة، ولكن في كل استحقاق انتخابي كان له شروطه وأدواته وكان ضروراته. الضرورات أنهكت الشعب المصري، لذلك استكمال خارطة الطريق من ناحية سياسية التي لا أريد أن أتكلم بها وتفادى الحديث بها أنها ضرورة جدا، لأن مصر الآن تحتاج تمثيل برلماني يمثلها، ليس لخدمة الشعب فقط، وأيضا في المؤسسات الدولية التي تطغى بشكل برلمان أفريقي، برلمان عربي، برلمان أوروبي. بشكرك شكرا جزيلا أستاذ رمضان أبو جزر، منسق البعثة الدولية المشتركة لمراقبة الانتخابات. بشكرك على وقتك ونورتنا يا فندم. أشكرك شكرا جزيلا.